للمزيد من التفاصيل حول مستجدات ثورة تشرين ينضم إلينا من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن، بداية مرحبا بك. تظاهرات متواصلة وحراك طلابي مساند يتواصل أيضا، كيف تقرأ المشهد في العراق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة والمشاهدين. حياك الله. المشهد يؤكد على أن هذه الثورة عندما انطلقت لكي تستمر لا لكي تتوقف، مهما حاولت حكومة الاحتلال في المنطقة الخضراء والميليشيات المرتبطة بها من محاولات لإجهاضه الثورة، وقد مورس ضد هذه الثورة منذ انطلاقتها في 1 أكتوبر ولغاية الآن أبشع الوحشية، وارتكبوا جرائم بحق المواطنين العزل، وقدمت هذه الثورة قوافل من الشهداء، وكان توقع الحكومة والميليشيات أنه سيجهضونها من خلال استخدام القوة المفرطة أو من خلال تصفية أو اغتيال الكثير من هؤلاء الشباب الثائر. لكنه لاحظنا أنه كل شهيد يسقط يزداد عدد زخم الثورة ويلتف حولها شعبنا بكامله، وبالعكس أصبح الخط البياني لهذه الثورة متصاعد يوميا، وكلما اشتد البطش والقتل كلما زاد عود الثورة وإصرارها وعزيمتها، لأنه الثورة هدفها واحد هو إسقاط النظام وإسقاط العملية السياسية. مع إصرار المتظاهرين على تحقيق المطالب، يعني نحو 40 طالبا أصيبوا من جراء عمليات القمع التي تعرضوا لها على يد القوات الحكومية في محافظة واسط، يعني هل نحن الآن أمام موجة جديدة من العنف المفرط لمواجهة التظاهرات؟ كيف تنظر إلى الأيام القادمة وما توقعاتك لها؟ العنف لن يتوقف، بل عكس، يوميا ستمارس حكومة الاحتلال والميليشيات هذا العنف وبشكل وحشي وبشكل خارج حتى عن مفهوم البشرية والإنسانية. ولكن في تقديري الأيام القادمة ستكون أكثر سخونة، لأن هناك إصرار وهناك عزيمة من قبل الشباب على أن يحققوا الأهداف مهما كان حجم التضحيات ومهما كان حجم التصدي لهم، لأن هؤلاء الشباب بالنسبة لهم الحياة أصبحت لا قيمة لها إذا ما يتحقق الهدف المنشود هو السيادة والكرامة والحرية وطرد إيران من العراق. نلاحظ أستاذ مازن أن هذه الثورة يعني أخذت طابعا نوعيا، من حيث أن يعني هناك دور كبير للطلبة طلبة العراق في دعم ثورة تشرين عبر هذه التظاهرات والإضرابات. كيف تقيم دور الطلبة ودخولها منذ اليوم الأول على خط التظاهرات وخط الثورة؟ الطلبة منذ انطلاقة الثورة ولغاية الآن هم العمود الأساسي والضلع الرئيسي في هذه الثورة، وربما هم العنصر المؤثر والأكثر تأثيرا في الوسط الجماهيري المنتفض، وبالتالي الأمة التي معها الشباب معها المستقبل، وهؤلاء الشباب وهؤلاء الطلبة هم الذين سيرسمون حاضر ومستقبل العراق، لأنهم أكثر وعيا ويتقدم وعيهم حتى على النخب والسياسيين الموجودين سواء بالمنطقة الخضراء أو الموجودين في أي مكان من داخل العراق أو خارجه. هذا الوعي المتقدم هو الذي أعطى زخم وقوة للثورة أن تستمر، لأنه الطلبة حتى الطلبة على مستوى رياض الأطفال المتوسطة الثانوية الجامعة جميعهم تلاحموا وتفاعلوا وكانوا قوة واحدة وحالة واحدة، ولذلك خطورة الشباب على هؤلاء الذين في المنطقة الخضراء، لأن يعتقدون ويعتبرون الشباب إذا استمروا سيغيرون من موازين القوى، وهكذا ترى ما حصل في واسط 40 إصابة خلال يوم واحد، وهذا دليل على فقدان أعصاب هذه الحكومة والميليشيات، وقد فقدت توازنها وأصبحت يعني تتخبط في عملية إسكات هذا الصوت الرافض. وهذا في إطار هذا التخبط عفوا أو الارتباك إن صح التعبير، الأحزاب السياسية ذهبت إلى مدايات أبعد في عملية إعادة تدوير بطرح فكرة الإبقاء على عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة. ما دلالات مثل هذا الطرح؟ هذا دليل على أفلاس الأحزاب السياسية وأفلاس العملية السياسية، لأنه غير قادرة على أن لا تمتلك إلا هذه الوجوه وتحاول أن تدور بها. حتى عملية عادل عبد المهدي وغير عادل المهدي قرار الشعب رافض كل رمز من رموز العملية السياسية، فمهما حاولوا أن يدفعوا بعادل عبد المهدي إلى سدة الواجهة ثانية
سوف لن ينجح مهما كان حجم الدعم سواء كان من برلمان الاحتلال أو من حكومة إيران. وبالتالي الشعب قال كلمته لن ولن يقبل بأي وجه من هذه الوجوه الكاحلة التي دمرت العراق، والتي جميعهم لا يختلفون عن بعض، جميعهم مجرمون وجميعهم جصوص. وبالتالي بدليل الحكومة الآن، الحكومة في المنطقة الخضراء أصبحت ساقطة من الناحية الشرعية، لأنه الشارع والشعب رافض هذه الحكومة، ولذلك البرلمان والحكومة عاجزة على أن توفر البديل، لأنه جميعهم مرفوضين. ويعتقدون الآن عادل عبد المهدي ربما إذا حظى بقناعة البرلمان أو إيران قادر على أن يغير المشهد، وهذه الحقيقة ربما يقبلها البرلمان وإيران، لكنها مرفوضة شعبيا ومرفوضة من كل العراق. بطبيعة الحال عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت لغاية الآن أكثر من 1,035 جريمة. بلا شك أن المتظاهرين رافضون لكل من شارك بالعملية السياسية، ورافضون لعادل عبد المهدي أساسا. هو يعني استقالة عادل عبد المهدي اعتبروها الخطوة الأولى في نجاح ثورتهم. برأيك يعني إلى ماذا أو على ماذا تراهن الأحزاب السياسية بمماطلتها طول هذا الوقت، أكثر من 100 يوم دون الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟ على ماذا تراهن؟ تراهن العملية السياسية ببرلمانها بحكومتها على عامل الوقت، عسى أن يمل، عسى أن يتعب هذا الشعب، عسى أن أنه يفكرون بأرواحهم بالخسائر التي قدموها بقوافل الشهداء، وربما قد يتراجعون، قد يراهنون على الوعود الزائفة، لربما أنه يستطيعون من خلالها دغدغة عواطف الشارع، يراهنون على العامل الخارجي وقوة الميليشيات وبطش الميليشيات ودور إيران وحتى أمريكا التي لا تزال حامية لهذه العملية السياسية. كل هذه لكنهم ولن يفلحوا، لأنه الشعب قال كلمته، والآن عدد الشهداء أصبح أمانة برقاب المنتفضين، وبذلك أصبح المنتفضين لن ولن يقبلوا حتى لو بقوا سنة متظاهرين ومنتفضين، لأنه الرهان الخاسر لدى الحكومة والأحزاب السياسية لغاية الآن لم يفهموا حقيقة هؤلاء المنتفضون، ولم يفهموا حقيقة هذه الثورة وأهدافها. في حين الثورة تعرف جيدا ما هي أهدافها وتعرف ماذا تريد، ولذلك عامل الوقت لن ولن يخدم المنطقة الخضراء، بل العكس، ربما هذا الوقت عندما تتصاعد بعد الثورة أكثر ستفرض واقعا جديد على المجتمع الدولي أن يقبله، على النظام العربي الرسمي أن يتعامل معه، لأن أصبحت الثورة حقيقية تعبر عن حالة وطنية جامعة، وتعبر عن ضمير العراق ووحدة العراق وسيادة العراق ورفضا للأجنبي. فبالتالي هذه الثورة ستفرض هذا الواقع، سواء قبلت حكومة المنطقة الخضراء أو قبلت إيران أو لم تقبل، والنصر قريب بإذن الله. من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي، شكرا جزيلا لك.